بدي منك انت تقدمي ضيفة بطريقتك انت. اوكي اوكي. هي صعبة شوي هيك، انه حاسس هيك تحس هيك مش حدا عاد عم قدم، عرفت؟ يعني على كاميرتك احكي لازم ينحكى. اوكي. ضيفة الليلة هي سيدة آمنت بحالها، اشتغلت على حالها، وصلت بإرادتها وبأحلامها، ربت عائلة وعملت عائلة كتير قريبة من بعضها، وهيدا الشيء مش سهل. ربتنا نحنا كيف نحب حالنا، كيف نشتغل على حالنا ونآمن بكل شيء حوالينا. هي سندي وهي دايما معي، وهي هلا حتكون حدي. امي اسمها فليس تجي لعنا على الاستوديو. برافو ياسمينة. بونسوار مدام. بونسوار. اهلا وسهلا فيك، تفضلي. بدك هاي ما بدك اهلا. تفضلوا شوفوا ياسمينة مين بتشبه. يلا. انا اليوم تقصدت احكي من المرة اللي قدمتي. تقصدت اليوم انه سيدة اسمهان تكون ضيفتنا حتى الناس تشوف الشبه بين الام والبنت. هاي ست اسمهان، قولي لي شو رايك بالكلام اللي قالت لي ياسمينة، قالته عنك ياسمينة؟ انه عبرتي يعني كثير حلو، بس انه ما عادش قدرت امسك حالي. والله عليك كوبي كونفورم، صار من اول حلقه بقول لهم كوبي كونفورم. قصدت اليوم تكون ضيفتنا حتى الناس يشوفوا يعملوا مقارنه. خلص يلا ياسمينة. لما تمشوا سوا مع بعضكم بقولوا الملكة وصفتها او انتوا. مرة عن جد قالوا لها اسمها ياسمينة، فينا ناخذ منك انترفيو اصلا، مش انا ياسمينة، ياسمينة. فعلا فعلا. هالقد هالقد هلا قبل كان على صعيد المدرسة اللي بشوفني رفقاتها، بس هلا صار اكثر يعني كل العالم عم تشوف هيدا الشبه، عم بسمع كثير يعني هالحكي. 100% في شبه كثير كبير. ست اسمهان ياسمينة بس كانت صغيرة قالوا لي كانت خجولة وكانت تستحي، كنت تشوف فيها شخصية مشهورة أو جاهزة تكون نجمة بدومين معين؟ هلا ياسمينة لو إنها بتستحي، ياسمينة عندها شخصية كتير حلوة، إنه بحسها من هي والصغيرة بتخطط شو بدها، ما كانت إنه شيء عادي يعني. هلا ياسمينة من هي والصغيرة إنه أنا بوثق بقراراتها كتير يعني، حتى انا بقول له لجوزي انه اي شيء انت بتضيع فيه اسال ياسمينة. عن جد من هي وصغيره انا جربتها بكذا سؤال، انه بسالها ياسمينة انه شو رايك نعمل هيك او هيك، انه كانت بعدها صغيره، عرفت انه هيدا البراءه اللي فيها البيور هي اللي صح يعني. هلا انه نحن اكيد بنكبر بنتعلم نساير، بنتعلم انه في اشياء ما نقولها، الولد على طبيعته بيقول الصح. صح. بيقول الصح صح. واليوم بالحلقة فعلا كانت هالقد صريحة وهالقد حقيقية، هالقد بيور